ليس هناك علم يدرس بلغة أجنبية. العلم يدرس باللغة الوطنية لهذا البلدان. وبالتالي نقل الجامعات الغربية إلى الدول العربية. هذا لا فائدة منه. أعذرني، أنا يعني كنت أستاذ في جامعة طوكيو. صحيح. كان التدريس باليابانية. أنا الوحيد التي كنت لا أدرس باليابانية لأني أجنبي. فالمقصود بهذا، في جامعات أخرى لن أذكر الأمثلة، الأمثلة كثيرة في الصين، التدريس باللغة الصينية إلى آخر. لأن العلم ليس مجرد كمية من المعلومات، العلم هو تكوين عقلية قادرة على العمل العلمي وعلى البحث العلمي. وتكوين هذه العقلية لن يكون بلغة أجنبية. يجب طبعا الباحث يعرف عدة لغات، ليس هذا هو الأمر، ولكن التكوين الأولي بيكون التكوين بنفس اللغة، وهذه اللغة هي التي تخلق المجتمع، تساعد في خلق المجتمع العلمي. واللغة العربية مؤهلة لحمل، ليس هناك أي مشكلة في اللغة العربية. يعني أنت نشرت مؤخرا مثلا قاموس للغة العلمية العربية، نشر في ألمانيا مثلا. هل اليوم يعني ما زال إمكانية لهذا البحث، يعني أن تكون اللغة العربية هي لغة علمية كما كانت في القرن التاسع؟ هي يعني كأي لغة لها هذا الغناء، يعني الثروة، هذه ليس هناك أي مشكلة، لا أرى مشكلة في هذا. يعني لا أرى مشكلة إن ممكن التعبير باللغة العربية في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، في كل ميادين المعرفة. وإذا كان هناك مشكلة فهي إذن البداية في البحث في مفردات جديدة وفي أساليب جديدة، ولكن اللغة لغة غنية ومؤهلة لهذا.